عسلامة ومرحبا بكم. اليوم رجعت لكم في فيديو جديد، حبيت نوريكم كيفاش نعملوا معجون نتاع الدقله، المعجون اللي نحشيوه في المقروض. دونك كلا البات اللي نشريوها باش نحشيوها في المقروض، ولا تنجم تعمل بها بات نتاع كعك نتاع اي حاجه. دونك هوني انا خديت ابري كيلو نتاع الدقله. فوالا، دونك باش نبدا اول حاجه عندي كيلو نتاع الدقله، عندي هوني القرفه، فوالا عندي شويه ملح باش ناكل، وعندي سكر فاني وماء زهر. دونك اول حاجه باش نبداوها، باش نبداو فوالا باش نبداو نعجنو هذي وحدها لين تولينا عجينه. فوالا نكمل نعجنها للاخر نرجع لكم. انا هوني كيما نشوفو فيها تعجنت، زدتها شويه ماء زهر وعجنت. دونك هوني باش نزيدها شويه ملح مش برشا، باش نزيد سكر فاني ابري سيك، باش نزيدها القرفه. القرفه تبنن برشا معجون الدقله. باش نزيدها الزيت، تحبوا تحطوا زيت عاطي تنجم، اما انا هوني باش نحط زيت زيتونة. حاولوا الموها العجينة، ندخلوا اكل الخليط الكل فيها. هذا طريقة هذه. يا عندو شوش ورد تنجم تزيد هزاتها شوش الورد يبنن. الو بعد ما خلطنا كل شيء مع بعضه باش نزيدو هوني شويه زيت جوست باش نلم بيه العجينه، وما يقلقش دو فاصون الزيت على خاطر يخليها تشرب ويخليها تصبر اون بليس، وزيد يفوحها بالطبيعه كيف يبدا زيت زيتونه. دونك نخلطو توا العجينه الكل مع بعضها، شفتوها كي تتلم. ما زالت تشرب بيان سور، قد ما ترتاح قد ما تزيد تشرب. هوني نشوفو فيها كي نحبو نسكلوها باش نحطوه في المقروض نتاعنا، تتشكل وبالطبيعة تزيد وتحل فيها. بلها هوني مبقى لنا كان باش نحطوها في الساك باش نخليوها في الفريجيدير. كيف نبدا باش نحضر المقروض نتاعي، ولا تنجم تحمل بها بسكوي نحشي بالمعجون زادا، والا تاخذ الفات نتاع الفات نتاع الطارت زادا بنينه تحشيها بالدقله. ايوا ما بقاتلنا كي نصفوها. إلا نحضرو في الدار ديما خير على النظافة وعلى كل شيء، خاطر المعجون اللي ناخدوه البات نتاع الدقلة اللي ناخدو فيها أصابع نظيفة ولا لا.
دونك انا نفضل نعمل حاجه في الدار نظيفه بما خير. هذه هي مطحنة كين نسكرها ولا نحطها في الفريجيدير كل اسحق نجبد ونستعمل منها. دونك كانت هذه دبارتنا لليوم، ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم. اللي عجبتو الدبارة ما تنسوش تعملوا لي جيم وتخلوا لي كومنتير، واللي مش ابوني في الشين ماذا بيا ابوني ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. شهيه طيب.